بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً. هاولير، أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة. تقع أربيل في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق، تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول، وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة، تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع. يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية. بخير بن سرجوان، أهلا وسهلا بكم. تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل الميلاد. وفي أربيل أيضاً كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين
التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها. تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال. تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية. تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم. لوحة أخرى لا تضاهى، ليل أربيل، يسوده الهدوء الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل وتعج دائماً بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة. السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية وأجنبية وبأرقى المواصفات العالمية. تحتضن مدينة أربيل أهم البطولات الرياضية، كما تحفز جبالها السياح لممارسة متعة التسلق وأحياناً خوض مغامرة القفز من قممها تحت إشراف مدربين مختصين. ومن يعشق الطيران في الهواء لغير المحترفين، ما عليه سوى ركوب التلفريك الذي يمنح راكبيه أجنحة ليعيشوا سعادة الطيران في سماء هولير. منطقة سحرية سلمت من عبث الأيادي وتركت منذ عشرات السنين على طبيعتها بفضل قانون مجتمعها، فعشائرها تحرم اصطياد الحيوانات وقطع الأشجار ليتمتع زائروها بسحر جبالها وأنهارها المتدفقة من عيون مرتفعاتها وثلوجها الذائبة الرافدة لمياهها على مدار العام.
فمدينة برزان تحولت إلى أهم محمية طبيعية والأولى من نوعها بالمنطقة، كونها محمية بمسؤولية مجتمعية. الطمأنينة والاستقرار الأمني في أربيل وتوافر البنى التحتية المتطورة أدى كل ذلك لوجود سياحة من نوع آخر، وهي السياحة الاقتصادية، والسائح هنا يشاهد حجم المشاريع العمرانية فيها وعدد الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات التي تستضيفها أربيل، ومنها المسابقة الفريدة في العراق لاختيار ملكة جمال الإقليم. تشتهر أربيل بعسلها الطبيعي الصافي وحلويات المن والسلوى ومكسراتها الشهيرة. ويعتبر الكباب ولبن أربيل علامتين فارقتين للمدينة البارزة، فمن لم يزر أسواق أربيل العتيقة ويتذوق كبابها كأنه لم يكن حاضراً في أربيل. ومن أسواقها القديمة إلى مراكزها التجارية الحديثة المزينة بأهم الماركات العالمية، حيث يجد هواة التسوق ضالتهم هنا. التقويم السنوي للمدينة يبدأ بعيد نوروز الذي يشهد احتفالات خاصة أبرزها شعلة نوروز لتمتزج مع فرحة الأهالي بالمناسبة، حيث يفترش نوروز الأرض خضرة دائمة. علاقات حميمية تجذرت لدى الأهالي منذ الأزل وتركت تقليداً أسبوعياً خاصة في نهاية الأسبوع، وذلك لمغادرة بيوتاتهم إلى الطبيعة لتحضير طعامهم بين الماء والخضراء والوجوه الحسنة، لتتواصل العوائل اجتماعياً فيما بينها وتحتفل برقصات الدبكة الشهيرة في مدينة أربيل. صنفت مجلة ناشيونال جيوغرافيك مدينة أربيل ضمن 11 مدينة لابد للسياح من زيارتها، كونها مدينة تجمع بين الحضارة والعراقة والطبيعة.